دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي ليندا. من امبارح يا شاذلي ان كان في انخفاض في درجات الحرارة والجو كان برد، لسه ما زال برد النهاردة كمان، بس الصبح بيبقى نوعا ما معتدل على معظم المناطق. عظيم. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع انه النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وكمان هيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. النهاردة كمان هيكون في شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. قبل ما نستعرض درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نتعرف على آخر تطورات حالة الطقس من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك. يعني عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على حالة الطقس النهاردة. هو احنا اليوم بالفعل بنشهد انخفاض في درجات الحرارة مع استقرار الأجواء على كافة مناطق الجمهورية، كان كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. الطقس خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس بيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد. بيكون دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترة النهار، لكن مع دخول ساعات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. يمكن اليوم كمان كان في شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية هي تكونت في الساعات المتأخرة من الليل وبتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني هي الآن بدأت في التلاشي على الطرق، لكنها كانت شبورة مائية خفيفة ما أثرتش على حركة المرور أو حركة الطرق خالص. بالإضافة إلى أن احنا النهاردة في اعتدال في سرعات الرياح، يمكن احنا بالأمس كنا بنشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية استمر معنا على مدار اليوم، اليوم هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية، وده بدوره هيؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. يمكن الأجواء مستقرة اليوم، لكن ابتداء من غدا السبت إن شاء الله هيكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة. غدا متوقع عظمى 23 درجة على القاهرة الكبرى، بعد غدا الحد هيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، يمكن نشهد يعني موجة حارة مدتها يوم، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هيكون معاها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، ويوم الاثنين نرجع تاني للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. فاحنا الفترة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة فترة تقلبات جوية، فعشان كده النصيحة المهمة والأساسية في الفترة دي ناخد بالنا ان الطقس متقلب في درجات الحرارة، ما نخففش نوعية الملابس، يعني ما نغيرش نوعية ملابسنا، او حتى لو هنخفف يبقى دايما عارفين ان ساعات الليل الطقس فيها بيكون شديد بالبرودة، على الأقل لانتهاء فصل الشتاء نستمر في ارتداء ملابس شتوية، ودايما المتابعة الجيدة للنشرات الجوية. غير بكرة وبعده يا دكتور فيما يخص ارتفاع درجات الحرارة، هل كمان هيكون في ارتفاعات تانية يعني من هنا لحد يوم 20 مارس؟ وارد جدا، يعني احنا بنقول ان احنا هيبقى في انخفاض من يوم الاثنين القادم، لكن وارد جدا يحصل ارتفاعات درجات الحرارة، خاصة ان احنا داخلين على فصل الربيع اللي دايما معروف بارتفاعات درجات الحرارة. يعني احنا دلوقتي بننتقل من فصل الشتاء اللي معروف بانخفاضات درجات الحرارة للربيع اللي معروف درجات ارتفاعات في درجات الحرارة. يمكن الربيع الفصل اللي بنسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار السنة، فطبعا اكيد هيحصل فيه ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن طبعا معدلات الارتفاعات هتبقى مختلفة كل ما دخلنا اكتر في فصل الربيع. بنشكر حضرتك يا دكتور. كان معانا مشاهدينا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه.